هنبدأ إن شاء الله دكتور محمد دلوقتي. أنا هبدأ أعمل مقدمة لحضرتك بإذن الله. في البداية أنا برحب بكل المشاركين معانا في ورشة العمل الخاصة بدكتور محمد شلتوت. كلنا عارفين إن دكتور محمد شلتوت هو أستاذ الفن والطباعة ومتخصص في التعليم الالكتروني. اغلبنا عارفين دكتور محمد شلتوت، بس انا هعمل مقدمه صغيره هي اقل من قامته العلميه. دكتور محمد شلتوت، المقدمه دي اقل من قامه الدكتور محمد شلتوت. الدكتور محمد شلتوت هو من احد المهتمين بدمج التقنيات الحديثه في التعليم وقياس اسرار العمليه التعليميه، وكذلك دمج الفنون البصريه المختلفه في التعليم الالكتروني. العمل على تبسيط المعلومة للمتعلمين. هو في البداية حصل على في دراسة أثر اختلاف أنماط الرسوم المتحركة على العملية التعليمية، وده كمان من كلية الدراسات العليا للتربية. دكتور محمد شلتوت هو أستاذ تكنولوجيا التعليم المشارك واستشاري ومدير المحتوى الإلكتروني لمشروع بوابة المستقبل التابع لوزارة التعليم السعودي، شركة تطوير لتقنيات التعليم، وكمان استشاري في عديد من المنظمات والمشاريع المتخصصة في التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، وكمان كان مستشار وخبير في الفنون البصرية لمنصات عديدة، منها منصات زادي اللي هي المفتوحة للعلم الشرعي، وكذلك مركز السنة والتراث النبوي للدراسات والتدريب. الدكتور شلتوت قدم الكثير من الدراسات وقدم كثير من الأبحاث ودرس كثير من المقررات، منها على سبيل المثال 20 مقرر لمرحلة الماجستير في تخصص تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني، وده في مصر والسعودية. له العديد من المحاضرات المسجلة في الفنون البصرية والتعليم الإلكتروني، وله القناة الخاصة بيه. إحنا بنرحب بالدكتور محمد معانا، والمايك حاليا مع الدكتور محمد، نقدر نبدأ ونتوكل على الله. انا هبدا دلوقتي اعمل شير، يعني هعمل الشير ظاهر قدامكم وهعمل سكرين للشير. حاضر، هعملها فول سكرين دلوقتي حالا، ظاهره قدامكم كده. ماشي تمام، انت ماشي. بس تعمل فول سكرين بس. انا بدخل من جهاز تاني بحيث برضو ابقى انا شايف الشات، ما بقاش مع الشير. بس بحاول اظبط جهاز تاني ادخل منه، بس مش عارف ادخل، مش مشكله عشان ما اعطلكوش. خليني اعمل شير كده، وادوني اوكي كده، كله ظاهر قدام حضراتكم كده. الشير ظاهر قدامكم طبعا. انا مش شايف الشات، فممكن ناجل الاسئله بحيث اشوف الشات معاكم، فلازم اقفل الشير عشان اقدر اشوف الشير. تمام دكتور محمد، اتفضل. دكتور محمد، عندك حضرتك التاسك بار تحت هتلاقي فيه الشات، لو ضغطت على الايقونه بتاعته هيطلع لك قائمه الشات هو كامله. هتظهر، بس انا مش ع... انا خايف تعمل مشكله مع الشير. بس لا، مش هتعمل حاجه مع الشير. حاضر، حضرتك يبقى انا تعمل كده شير فتحت الشات. فول سكرين. ماشي، انا كده عملت شير فور سكرين اهو. تمام، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على الرسول الكريم سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم. طبعا انا شاكر اخويا الجميل محمد على المقدمه اللي انا اقل منها بكتير. انا يا دوب مجتهد وبحاول انفع الناس، يعني بالاجتهاد اللي انا بجتهده. فان شاء الله باذن الله تعالى تكون الورشه النهارده مفيده لحضراتكم. يعني كل جزئيه هشرحها ممكن اوقف شويه، ناخد زي اسئله او استفسارات فيها، بحيث ان انا ارد على حضراتكم باذن الله تعالى. تمام، ان شاء الله النهارده هنتكلم على الطباعه ثلاثيه الابعاد في التعليم، وده موضوع من المواضيع الجديده اللي لسه يعني التعليم داخل فيها باستحياء شويه. تمام، ف ان شاء الله باذن الله تعالى اقدر افيدكم في النقطه دي. طبعا محمد قدمني، فهنعدي الجزء بتاع التقديم بتاعتي. انا كنت كاتب الشريحه دي علشان بعض الناس طلبت مني فرص سابقه اللي انا اعرف من نفسي. انا كنت ما بهتمش بالتعريف قوي، بس محمد قدمني خلاص، فهو كفايه قوي. السوشيال ميديا عندي تحت، فاللي محتاج. خلينا ندخل ايه اللي هناخده النهارده في محاضره اليوم باذن الله تعالى. هنتكلم عن، تمام، هنتكلم على مفهوم الطباعه ثلاثيه الابعاد هو ايه، ايه التطور التاريخي، والتطور التاريخي هعدي عليه بسرعه، مش هعدي عليه يعني بشكل متعمق عشان مش محتاجينه انتوا كتير. هتكلم مميزات الطباعه ثلاثيه الابعاد، هتكلم على انواع الطابعات شكلها ازاي، وانواع الخامات، بعض انواع الخامات،
وهديكوا حاجات ممكن تديكوا توسع اكتر فيها، تمام؟ عشان انا هتكلم على اشهرهم اللي موجود في السوق واشهرهم للشغل لو انت عايز تبدا تتنقل في طباعه شمسيه الابعاد، تمام؟ هتكلم على اليه العمل باذن الله تعالى في الطباعه. ايه اليه العمل؟ بتبدا ازاي؟ هل بطبع على طول زي الطباعه العاديه ولا ليها اليه معينه؟ هتكلم عليها، وبعد كده هنفتح زي ديسكشن بيننا وبين بعض كده عن الابحاث العلميه في الطباعه، ازاي استفيد منها في الطباعه، الحاجات دي كلها هنقدر نستفيد منها باذن الله تعالى، تمام كده؟ الصوت معاكم واضح؟ عشان في حد بيسال الصوت مش واضح. ننطلق على يعني على بركه الله كده ونبدا. تمام؟ عشان في حد خلاص انا شايف كده للناس تمام الصوت. هنبدا نقول يعني ايه الطباعه ثلاثيه الابعاد؟ وايه شكلها؟ ايه المفهوم بتاعها؟ وان شاء الله باذن الله خلال الورشه او خلال المحاضره بتاعتنا باذن الله ان شاء الله هتلاقوني محدد اجزاء معينه لكل حاجه كمراجع وغيره وغيره، واقول لكم جايبها منين والحاجات اللي انتم تقدروا تستفيدوا منها باذن الله تعالى. تمام؟ خلينا نشوف انطلقت منين التعريف او المفهوم الخاص بالطباعه ثلاثيه الابعاد. تمام؟ الطباعه ثلاثيه الابعاد لو عملت سيرش على الانترنت بالانجليزي مش بالعربي او بالعربي كمان هتلاقي هي ما كانش اسمها اللي هو الطباعه ثلاثيه الابعاد. قبل ما ابدا خلاص انا مش هبدا بس لحد ما اتاكد من الناس كلها عندها صوت. كل صوت كده موجود؟ دكتور محمد انا اسف للمداخله حاليا. يا جماعه الصوت بيبقى موجود عندكم زرار بتقبلوا بيه الصوت او ما تقبلوش، فيا ريت كل الناس اللي تدخل من على موبايلات او ايفون او اي اجهزه دي تبقى مشكله على الجهاز بتاع حضرتك، فيا ريت تشيك على المايك بتاعك مفتوح ولا مقفول بس شكرا. اتاكدوا من الصوت لو الصوت واصل عند حضراتكم، لو الصوت فيه مشكله بس عشان انا خوفا بس اللي انا الناس تبقى عندها مشكله في نقطه اللي الصوت مش موجود ما تستفدش. هو في مشكله متكرره كده عند الاستاذه نسرين او الدكتوره نسرين، تمام؟ شيله بس يعني حضرتك اتاكدي بس اللي انت مش فاصله الصوت والحاجات دي كلها، تمام؟ نبدا ونقول المفهوم بتاعنا شكله ازاي او احنا هنتكلم على المفهوم ازاي. طبعا لما تيجوا تعملوا سيرش عشان تطلعوا، انا بتكلم على البدايات دي نقطه مهمه كده. اتنين عندهم الصوت مش موجود. كده الصوت تمام؟ يا ريت تشيكوا بس عشان الناس، انا طالما اتنين يبقى ممكن الصوت من عندي، بس انا تاكدت كده الصوت مش عندي. انا قفلت الشاشه وشيكت على الصوت عندي. احنا 28 واحد الى الان، هل ال 28 عندهم مشكله في الصوت؟ لو اتنين او ثلاثة يبقى في بس مشكلة عندك انت في الجهاز بتاعك. اكتبوا واحد لو الصوت كويس بحيث نبدأ ننطلق كمان. تمام، يبقى كده الصوت كويس. خلونا نرجع نبدأ تاني ونقول بسم الله على المفهوم، وجي منين المفهوم بتاعي؟ علشان انا يعني معظم الداخلين عندي باحثين انا عارف، فبيهمهم يعرفوا المفهوم جاي منين، ويهمهم اللي ازاي يبداوا يشتغلوا في الموضوع ده بحثيا ويبداوا يشتغلوا في بيزنس كمان، هنتكلم عليه. اسماء او اسم الطباعه ثلاثيه الابعاد هتلاقي بعض الناس بتسميه التصنيع بالاضافه، بعض الناس بتسميه النماذج الاوليه السريعه، والاسم المشهور او الدارج حاليا هو تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أو الطباعة ثلاثية الأبعاد. 2010 منظمة المقاييس العالمية في أمريكا أكدت أن المصطلح هو التصنيع بالإضافة. التصنيع بالإضافة ده ليه التصنيع بالإضافة؟ تمام؟ هقول لكم لما نيجي للتعريف في الشريحة الجاية ليه هو التصنيع بالإضافة. مفهوم الطباعة ثلاثية الأبعاد هو قائم على إيه؟ خلوني أحلل زي ما متعودين معايا كده، هقول المفهوم وابدا اقطعه الاجزاء وكل جزء اشرحه بالتفصيل بحيث يوصل لحضراتكم بسهوله ان شاء الله.
المفهوم هدي كذا مفهوم لكذا شخص او كذا مرجع بيتكلموا عليه. بعض الناس بتقول الطباعه ثلاثيه الابعاد هي انشاء كائن بدءا من لا شيء، يعني كائن مش موجود او مجسم مش موجود، باضافه خلوا بقى خطين ثلاثه تحت، اضافه مواد طبقه فوق طبقه في وقت واحد، تمام؟ علشان في الاخر يظهر قدام حضراتكم مجسم، مجسم شجره، مجسم لعبه زي ما انتم بتشوفوا كده. فعلشان كده هي اسمها التصنيع بالاضافه، هي اضافه مجموعه من الطبقات فوق بعضها البعض، وهشوفها واوريكم فيديوهات النهارده ان شاء الله وبعض الصور. الطبقات دي لما بضيفها فوق بعضيها بتديني الشكل اللي انا بشتغل عليه، تمام كده؟ فالشكل اللي انا بشتغل عليه هو دي، عشان كده اسمه التصنيع بالاضافه. بعض المراجع ممكن ما تلاقيش كاتبه، بالذات المراجع الاجنبي مثلا، كاتبه شرح كبير فصول عن التصنيع بالاضافه، مش كاتباها كطباعه ثلاثيه الابعاد، فظهر النقطه دي. فعلشان كده لو انتم بتعملوا سيرش لابحاثكم غيره، هي الجزء الخاص ب التصنيع بالاضافه، عشان بضيف طبقه على طبقه. ده تعريف من التعريفات. في تعريف تاني بنتكلم على اللي هي عمليه انتاج بقى، انتاج مجسمات ثلاثيه الابعاد من خلال ملفات رقميه. يعني افهم من كده اللي انا لازم يكون عندي الملف الرقمي ده موجود على الجهاز بتاع الكمبيوتر باي برنامج انا بصمم بيه، وهقول لكم البرامج واديكم اسمائها في الورشه باذن الله تعالى، علشان عن طريقها انا بعمل عمليه الاضافه، بعمل عمليه الانتاج اللي هي طبقات فوق بعضها البعض من الخامه. ممكن الخامه تكون بلاستيك، ممكن تبقى اكريليك، اي خامه من الخامات اللي انتوا هتشوفوها تقدر تحط طبقه على طبقه هتشوفها الشكل بتاعها. ده التعريف بشكل مبسط، اللي هي انا بخلق شيء او بنتج شيء مش موجود، مجسم. المجسم بيبقى عبارة عن طبقات فوق بعضيها البعض، بضيف طبقة على طبقة على طبقة. الطبقة دي أو اللير اللي أنا بضيفه ده بيبقى رقيق بشكل عرضي، يطلع لي المجسم في الشكل النهائي اللي بتشوفه حضراتكم. فده التعريف. هنيجي دلوقتي على موضوع التطور التاريخي، عشان أوري الناس اللي الموضوع مش وليد اللحظة. لا، الموضوع من زمان، من 1988 وإحنا بيتكلموا على التصنيع بالاضافه او الترصيب بصهر حاجات معينه من 1988 ل86 بداوا يطوروا الفكره اكتر واكتر، تمام، بشكل 3 دي او مجسمات، لحد وصلنا 93 معهد الام اي تي بدا يعمل بقى مفهوم جديد للطباعه ثلاثيه الابعاد، ويبدا يستخدم الليزر جواها واكسده المساحيق والحاجات دي كلها. بدانا نخش في 96 بدات الشكل يتطور اكتر، 2005 2007 بدات تظهر اكتر، لحد ما وصلنا دلوقتي بشكل الطبيعه ثلاثيه الابعاد اللي موجوده بشكل مصغر اللي انت تقدر تشتريها وحضراتكم في البيت. يعني تجيبها عندك في البيت طبعه صغيره كده زي البرينتر بتاعك العادي، وهنشوف الفيديوهات مش هتاخد مكان زي الاول. الاول كانت ممكن لازم يبقى ليها مكان كبير عشان هي كبيره نفسها، معتمده على بعض المنتجات والحاجات دي كلها. همدكم بالحاجات دي كلها كتطور تاريخي في شكل صفحه كده، ارفعها لكم على السوشيال ميديا او على صفحاتي، ممكن تنزلوها في التطور التاريخي. ايه المميزات اللي هتخليني انا استخدم الطباعه ثلاثيه الابعاد في شغلي كمعلم كباحث وغيره؟ المميزات كتير، كل ميزه من المميزات دي محتاجه حضراتكم بقى. الميزه دي هتمشي مع شغلي يبقى انا هشتغل على الطباعه ثلاثيه الابعاد، مش هتمشي مع شغلي يبقى هدور على تقنيه اخرى. النقطه دي مهمه مهمه مهمه، ما تاخدش التقنيه او الحاجه بالموضه عشان كل الناس بتشتغل على الطباعه ثلاثيه الابعاد انا عايز بقى ابقى معاهم على الموضه. طب انت عايز معاهم على الموضه، هل انت هتستفيد منها؟ الاستفاده بتظهر من المميزات المحطوطه دي. بعض المميزات اللي موجوده عندي، المميزات اللي موجوده عندي، اول حاجه السهوله في تعديل التصميم والاخطاء. طب دي هتساعد مين؟ ممكن تساعد الناس اللي بيشتغلوا في المجسمات، ممكن تساعد الناس اللي بيشتغلوا في الديزاين، عايز يطلع مجسم قبل ما يعمل مجسم كبير للعميل يتفرج عليه. ممكن تساعد الناس اللي بتشتغل في النمذجه، في العلوم، في غيره وغيره، ممكن يطلعوا منها نماذج تصميميه تطلع بشكل مجسم، تمام كده، يشوفها الطلبه. شفتوا انا بدي افكار ازاي؟ يبقى تقدر كده كل الناس دي تستفيد منها. تاني حاجه عندي القدره على انشاء نسخ من التصميم بتاعتك دي باستخدام السكانر او الماسح الرقمي. يعني ايه؟ يعني انا اقدر دلوقتي، اللي حضراتكم تقدروا في اجهزه بتتوصل دلوقتي بتعمل سكان لاي حاجه، وبعد كده بتحولها نموذج ثلاثي الابعاد على الجهاز عندك، وبعد كده بتاخد النموذج ده تبدا تعمل ايه؟ تروح طبعه كنموذج قدامك، فكده سهل عليك.
فكده انا ممكن اي شكل عندي، اي حاجه انا عايز اوريها للطلاب بتوعي، عايز اوريها للعملاء. العميل مثلا قال لك انا عايز الجزء الفني ده او الشخصيه دي، اعملها لي سكان وبعدين حولها لي عشان اوزعها على الناس، هبيعها. كل الحاجات دي كلها، يبقى انت كده عندك ميزه تانية ممكن برضو تقدر تشوف الميزه دي هتمشي مع شغلك ولا لا، او هتستفيد منها. تمام. ثالث حاجه عندي انتاج اجزاء معقده. يعني هنقول الاجزاء المعقده دي اللي انا عشان انتجها فيها صعوبه جدا ومن المستحيل انتاجها. لا، بنتجها ازاي؟ بنتجها عن طريق اللي انا بصممها 3D وابدا اطبعها بشكل ثلاثي الابعاد فيطلع النموذج بتاعي اللي قدام حضراتكم. فالنقطه دي من نقطه مهمه في الجزء ده. رابع حاجه، ودي بديل اقتصادي للتصميم. بمعنى ايه؟ احنا كنا زمان والناس اللي بتشتغل في التصميم او بتشتغل في الحاجات الفنيه في الماكيتات والحاجات دي كلها، وبيشتغلوا في النحت وغيره وغيره، كان عنده مشكله اللي هو بيصمم الحاجه فلات في صوره او بيشوفها العميل على الكمبيوتر او بيشوفها الطالب نفسه على الكمبيوتر، ما بيحسش بيها، بيحسش بملمسها. تمام. وعلشان يعمل له الماكيت بتاعه، يعملها له بقى على حقيقي او ماكيت صغير، كانت بتاخد وقت طويل. تمام. وبتاخد تكلفه اكتر من انتاجها الاصلي كمان. فدلوقتي لا، بقى في بديل اقتصادي للتصميم. بدل ما تخرج له تصميم بس، لا، اقتصاديا تقدر تطلع له ماكيت صغير بعد ما يخلص، يبقى هو شاف الرسمه وشافها منفذه قدامه، التصميم اللي انت عملته، وبدا يلمسها بايده ويحس بيها ويقول لك لا عدل لي دي، اعمل لي دي. الحاجات دي كلها بدات تعمل معاه، فيبدا يشتغل كويس. منخفضه التكاليف عشان الخامات دلوقتي بقت منخفضه. دلوقتي ممكن في بعض الطبعات ممكن توصل ل $200 و$100. طبعا المشكله مش في سعر الطبعه، المشكله في السعر بتاع الخامات. تمام. وطبعا كل ما الطبعه سعرها عالي، كل ما امكانياتها بقت اكتر وبقى الخامات بتاعتها اغلى، فهتلاقي حاجات كتير بتعمل لي، بس هي بالشكل العام حاليا هي بقت منخفضه التكلفه. تمام. الجزء المهم بتاع البيئه، اللي هي بقت صديقه للبيئه علشان ما بيخرجش منها فضلات كتير او مشاكل كتير. عشان كده بقول لكم ايه، انت تقدر دلوقتي تجيبها في اوضه في البيت عندك، في اوضه المكتب بتاعتك، زي البرنتر العادي بالظبط، تقدر تشتغل عليه. دوره الانتاج بتاعتها منخفضه نسبيا، ودي منخفضه نسبيا يعني ايه؟ يعني وانت بتصمم على الجهاز، من الجهاز يطلع على البرنتر، الخامات بتاعتها ممكن تبقى منخفضه في بعض الخامات اللي هنشتغل عليها لما اجي اعرفكم عليها وتفاصيلها باذن الله تعالى. تمام. بعضها بينشئ او هي بتنشئ منتجات ذات مواصفات عاليه. لو عملت سيرش دلوقتي على برنت 3D على الانترنت، هتلاقوا بعض الناس بتبني منها بيوت، بعض الاجزاء في البيوت، دخلت في انتاج السيارات. شفت وصلت لايه؟ يعني هطبع حاجات خاصه بالسيارات بالبرنتر 3D. تمام. كل الحاجات دي فبدات تبقى ليها مواصفات عاليه وتخش في صناعات كتير. الحاجات الخاصه بتقويم السنان، الحاجات الخاصه بالعظام، والحاجات الخاصه بالمعاقين والاجهزه التعويضيه، كل ده بدا يدخل فيه دلوقتي برنتر ثلاثي الابعاد او الطباعه ثلاثيه الابعاد، فبقى فيها مواصفات عالميه قياسيه لكل هذه التخصصات. فدي نقطه من النقاط المهمه. رقم 9 في المميزات، هي بتساعد عمليه الابتكار وتحويل اي فكره لواقع ملموس. احنا كنا زمان زي ما بقول لكم، ممكن تلاقينا قاعدين في جلسه معارف مع بعض او متخصصين او معلمين او دكاتره او غيره، وبدانا نخطط ونتناقش في فكره معينه. كانت مشكلتنا عشان الفكره دي نطلعها ماكيت يظهر قدام الناس، كان بياخد وقت وممكن تتقتل الفكره. دلوقتي لا، دلوقتي لو انت عندك المهارات بتاعه اللي انت هتحول الفكره دي لشكل 3D، خلاص حولته على الكمبيوتر على برنامج عادي، وفي برامج اونلاين على المواقع بتبدا خلاص تعملها وتوصل البرنتر بتاعتك وتبدا تطلع الفكره تظهر قدام الناس، ودي حاجه من الحاجات الجميله. طبعا اخر حاجه عندي، في اضافه طابع شخصي للمنتج اللي انت بتطلعه طبقا لكل واحد وفكره وتخصصه وطبقا لاحتياجاته الفرديه والمتطلبات. يعني انا هقدر انتج فكره واحده بعده اشكال. الاول عشان اعملها بالانتاج العادي كانت مشكله، لازم كل واحده اعمل لها نموذج عشان تخدم الفلاني الفلاني او تخدم الفئه الفلانيه او تخدم العينه الفلانيه. لا، دلوقتي كل ده بقدر اغيره من على الكمبيوتر، اطلع الماكيتات زي ما انا عايز واطلع الشغل زي ما انا عايز من عن طريق برنتر ثلاثي الابعاد. دي المميزات. محتاج من الناس كل ميزه من المميزات دي تحللوها تشوفها هتفيدك، دي بتخدم في مجالك ولا لا، علشان نقدر نقول هشتغل عليها ولا لا، ما اجيبهاش زي ما قلت هي تبقى موضه او اللي انا اشتغل عليها. تمام.
هندخل دلوقتي في اشكال او انواع الطبعات ثلاثيه الابعاد وبيحكمني حاجتين. بس قبل ما ادخل لو في حد عنده سؤال في اللي فات قبل ما ندخل في الانواع نبدا نرد عليه، يبقى احنا كده بنعمل زي فصل معايا. تمام، اي سؤال عن اللي فات، اي حاجه مش واضحه اعيد وتوضحها تاني. تمام كده، مين اللي قال اللي هي ماشي النماذج ثلاثيه الابعاد ما بتخرجش كمنتج مجرد من الاضافات او الالوان؟ دي مش صحيحه. الخامه اللي داخله الخامه ممكن انت تحطها بلون معين زي ما انت عايز، تمام، او تخرجها بدون اضافات او الوان، دي انت المتحكم فيها. ده سؤال الاستاذ اسامه احمد او الدكتور اسامه، انت المتحكم. هتلاقي الخامات بالوان مختلفه، تمام. وبعد كده مرحله التشطيب هنعرفها دلوقتي، مرحله التشطيب للمنتج نفسه انت ممكن تضيف حاجات من بره، تمام. فدي نقطه من النقاط في الرد على السؤال بتاع الدكتور اسامه او الاستاذ اسامه. تمام، ايه تاني في الاسئله؟ اتفضلوا. الناس زعلانه مني قوي كده، مفيش اسئله. تمام، الدكتور اسامه والاستاذ اسامه بيسال هل يمكن تركيب اكثر من جسم منفرد؟ ممكن بتتركب بعد كده من بره لو انت مجهز الجسم. بصوا معايا، خليني اوضح النقطه دي قبل ما ادخل في انواع الطبعات. اي مجسم انت بتعمله او اي شكل انت بتعمله حسب التصميم اللي انت بتعمله، هل هتعمله منفرد وبعد كده تركبه بره بشكل معين عن طريق اللي انت بتلزقه ولا حاجه، ولا هتعمله قطعه واحده؟ تمام، وكل ده برضو امكانياته حسب امكانيات الطبعه بتاعتك وحسب امكانيات الخامات، هتنفذ النموذج بتاعك ده ولا لا. عشان كده هي الفكره مش زي الطباعه العاديه، يلا هطبع الورقه هتطبع، عندي برينتر الوان هيطبع الالوان اللي انا عايز اطبعها، لا. ده دي فكرتها، لازم تدرس الخامات بتاعتك ولازم تدرس البرينتر بشكل معين. تمام، واضح اللي مفيش اسئله. خلينا ندخل على انواع الطباعه. انواع الطباعات ايه الانواع بتاعها؟ انواع الطباعات بتاعتي البرامج هقول لكم عليها، البرامج اللي تستخدم في تصميم المنتج احيانا. ستيم، دي شغل ستيم. ستيم في شغل خاص بيه حسب المنتجات بتاعتي، وده داخل معايا في قطاع كبير قوي في الجزئيه دي. خلاص، انا هقول لكم في الاخر اللي هي في التعليم، داخل في البحوث والتعليم ايه الحاجات اللي داخل فيها وتفاصيلها باذن الله في الجزء ده، انا لسه ما اتكلمتش عنه. خلاص، نماذج ممكن تشوفوها. انا النهارده والله كنت محاول بقالي اسبوع، انا كان عندي برينتر بس بجيب واحد جديد، اللي عندي كان قديم شويه، كنت بحاول اجيب بس لسه ما وصلنيش، فما قدرتش اطلع لكم النماذج والاشكال بتاعتها. بس اوعدكم ان شاء الله ممكن اعمل فيديو مصور بقى اوريكم النماذج دي وارفعه على القناه عندي للنماذج وعمل البرينتر قدامكم بيشتغل ازاي. والنهارده هوريكم فيديوهات، تمام كده، وهوريكم موقع لاحدى البرامج تقدروا تشتغلوا عليه لو انتوا هتجيبوا برينتر ان شاء الله. تمام، حاضر. كل ده خلونا نتكلم معاه في مجال الاطفال وغيره في اخر حته بتاعه التعليم والحاجات دي، وهديكوا افكار باذن الله تساعدكم ان شاء الله. تمام، ممكن يترفع على الجروب وهيترفع على كل حاجه باذن الله. خلوني اشوف الانواع بتاعه الطبيعه ثلاثيه الابعاد، ايه انواعها وايه المتحكم فيها، وبعد كده ابدا اخد اسئلتكم تاني. عندي حاجتين متحكمين في نوع الطبعه نفسها، اول حاجه طريقه عملها ازاي، وتاني حاجه المواد الخام او الماده الخام المستخدمه. الموقع اللي قدام حضراتكم اللي تحت ده اللي هو 3D Ops، في صوره انا جايبها منه، تمام، ولو دخلتوا على الموقع هتفهموا اكتر الطبعات دي. الصوره بتديك كل انواع الخامات، تمام كده، وطريقه العمل، وبناء عليه تمام هتبدا تعرف ايه هو ال SL، ايه هو ال DLB، ايه هو ال CDLB، تمام كده ماشي، ايه هو ال FDM. تمام، الحاجات دي انا شارحها في الكتاب عندي، انا عندي كتاب طباعه ثلاثيه الابعاد هقول لكم عليه ان شاء الله في اخر برضو المحاضره تعملوه. بس الحاجات دي هتعملها لكم. انا هاخد النهارده ثلاث انواع اللي هم اكثر شهره واكثر انتشارا اللي موجودين، وهعرض لكم فيديوهات ليها تتفرجوا عليها كمان معايا واحنا قاعدين في الورشه، بحيث توصل لكم الفكره. كل واحده خامتها ايه اللي بيتعمل، لو في بلاستيك، لو في حاجات خاصه
بماتيريال حديد او غيره او غيره او الحاجات اللي هي اللي بنسميها زي الاكريليك وغيره، هتلاقي الحاجات دي كلها. فزي ما انتم شايفين الصوره قدام حضراتكم واضح فيها كل الانواع. ان شاء الله لو دخلتوا على الموقع او ارفع لكم الصوره نفسها ممكن تستفيدوا منها باذن الله. خلوني ادخل على الانواع الاكثر شهره او اللي موجوده، تمام؟ وهي ده اول نوع عندي اللي هو الاس ال اي، وده بيشتغل ازاي هشرحه. هشرح الثلاثه وافصل الشير، افتح لكم الفيديوهات تتفرجوا عليها معايا وتشوفوها بتشتغل ازاي عشان يبقى انتوا شفتوا شرحي وشفتوها عملي كمان كفيديوهات، تمام؟ الاس ال اي ده بيشتغل عن طريق البلمره، اللي هو ايه؟ يعني عن طريق ضوء الليزر. شايفين الضوء الليزر كده بينزل في حوض، تمام؟ والحوض ده بيبقى فيه سائل، السائل ده هو بيبدا عن طريق حركه الليزر جواه بيحوله لشكل طبقات عشان يطلع الشكل بتاعك. الشكل بتاعك جاي منين؟ من الكمبيوتر اللي انت صممته. بيبدا يترجم لمجموعه من الاشارات اللي هي بتاعه الليزر دي، تبدا تخش في الماده الخام الراتكن دي السائل، وتبدا تحوله لطبقات صلبه بشكل معين علشان في الاخر يطلع لك النموذج. خلاص، النموذج ممكن هيبقى من البلاستيك، تمام؟ وبيطلع بدقه عاليه جدا في المخرجات. وفي منها طبقات صغيره ممكن تتحط على المكتب، يعني موجوده. خلاص، مشكلتها بس الوحيده اللي هي ما بتصلحش في العينات الكبيره. لو انت بتعمل عينه كبيره مش هتصلح فيها النقطه دي. فزي ما انتم شايفين طريقتها في الصوره دي، الليزر بينزل، وهوريكم فيديو ليها. خليني اشرح الثلاث انواع وبعد كده اوريكم فيديو كل واحد، وهتلاقيني بعلق على الفيديو وهو بيتشرح، والروابط برضه هرفعها لكم في اخر الورشه عشان الناس لو عايزه تتفرج على الفيديوهات دي بسهوله. فده اول نوع ما عندي. طبعا النوع ده مكلف شويه عشان الخام السائل اللي هو فيه. النوع الثالث اللي هو الدي ال بي، اللي هو الديجيتال لايت بروسيسنج. ده بيعتمد على ايه؟ برضه على الليزر، بس الليزر عن طريق البروجكت نفسه، عن طريق ضوء الديجيتال برضه على السائل، ويبدا يحوله زي ما انتم شايفين من تحت الصوره كده قدام حضراتكم، بيبدا يحوله لطبقات طبقه فوق طبقه، تمام كده؟ هو اسرع من النوع الاولاني اللي هو السي ال اي، تمام؟ وبجودته اعلى كمان منها، تمام؟ بس عيبه التكلفه بقى العاليه. شفتوا بقى الخام بتاع الريتنجل ده تكلفته عاليه، تكلفته عاليه، تمام؟ والطباعه هنا بتبقى بنوع واحد من الخامه دي، فبتبقى فيها مشكله، تمام؟ فدي مشكله الطبعات دي. وبعد كده ضافوا عليه زي الاكسجين في البلمره بتاعه الماده السائل دي عشان يسرعه، اللي هو السي دي ال بي، تمام كده؟ ده اضافوا بس الاكسجين علشان يبدا يسرع من الطبعات الثلاثيه فاسرع، بس مشكلته الخامه. لو قارنا بين الاثنين بصوره كده، هو دول الاثنين، ده النوع الاولاني السي ال اي، وده النوع الثاني الدي ال بي. خلوني اشوف النوع الثالث الاكثر انتشار، واللي حضراتكم الافضل ليكم تشتروه، واللي هتلاقوه موجود كمان في معارض، لو بتنزلوا معارض خاصه بالتعليم او معارض خاصه بالصناعه والطباعه ثلاثيه الابعاد، هتلاقوا الطباعه اللي انا وريها لكم اكثر انتشارا من النوعين دول، عشان هي التكلفه بتاعتها بتبقى اعلى، التكلفه بتاعتها ارخص من النوعين دول. وبعد كده هنفصل نتفرج على الفيديوهات بتاعتها. دي النوع الثاني اللي هو نوع خاص بالترسيب المنصهر. يعني ايه الترسيب المنصهر؟ زمان لو حضراتكم والى الان عارفين مسدس الشمع، تمام؟ مسدسات الشمع كده مش كانت بتطلع الشمع، ممكن تعمل بيه اشكال او الحاجه دي، وبعد كده طلع زي مسدسات ممكن ترسم بيها. هي نفس فكره الفكره دي. هو بياخد الماده اللي هي البي ال اي او الاي بي اس، بتبقى خامات في شكل الدوائر اللي قدام حضراتكم دي، بتبقى زي بلاستيك كده. والبقره دي هو بياخد الخيط براس معين، الراس بتاعها زي الراس بتاع الليزر كده، وبيبدا مع سخونيه معينه الراس دي تبدا ترسم الشكل طبقه فوق طبقه زي ما قدام حضراتكم الصوره، تمام؟ ودي عمليه زي بيقولوا عمليه ترسيب للشكل بتاعك عشان يوصل للشكل المنصهر. فدي بتبقى بقرات، ودي ارخصهم واكثرهم انتشارا زي ما حضراتكم شايفين، دول الاكثر انتشارا، دول الثلاث انواع المشهورين. في انواع تانية كتير وفي تفصيل تاني ليها هتلاقوها موجوده في كتابي باذن الله تعالى، هقول لكم عليها، وموجوده على مواقع كتير. خليني هفصل قدام حضراتكم بس الشير واوريكم الفيديوهات عشان يبقى انتم مستوعبين. انتم شايفين كده الشاشه بتاعت اليوتيوب عندي،
معايا؟ كلها بتستخدم، ما فيش حاجة بتستخدم في حاجة معينة، بتستخدم حسب الخامات بتاعتك وحسب الشغل بتاعك، تمام؟ بس كل واحدة زي ما بقول لكم بتحكموا التكلفة بتاعت الخامات. شايفين كده عندي اليوتيوب، انا فتحت اليوتيوب قدامكم بحيث اوريكم الثلاث انواع، مفتوح قدام حضراتكم كده شايفينه. ماشي، خليني افصل وافتح تاني. ظهر كده قدامكم. تمام، انا فصل الصوت طبعا عشان انا اعلق عليها. ده النوع الاولاني اللي هو النوع الخاص بالاس اللي ايه. تمام، بصوا معايا كده، اتفرجوا على الفيديو. ده انترودكشن عليه للفيديو نفسه، طبعا بيوريك اللي هي بتشتغل ازاي. ده المكونات الخاصه بالطبعه، وبيوريك الليزر بيعمل ازاي، بصوا بيطلع الشكل ازاي. تمام، اهي دي الجزء الاولاني اللي هو الجزء زي الستيج او مسرح العمل بتاعك اللي بياخد الشكل نفسه. ودي الحوض اللي بيتحط فيه زي الماده السائله نفسها. بصوا الشكل، الشكل هو على الكمبيوتر اللي هو عايز يطلعه. انا وقفت الفيديو، الروابط هحطها لكم كلها ان شاء الله. حاضر، ده الشكل اللي هو على الكمبيوتر بليارات، وده السائل اللي بيحطه، هو بيحط السائل اهو والستيتش داخل. الليزر بدأ يتحرك، يبدأ مع الحركة، بصوا معايا كده، يطلع الشكل اللي هو عايز يعمله. شفتوا الشكل طلع ازاي؟ طبعا بيتحط في سائل تاني علشان انا فاصل الصوت، فاصل صوت الفيديو. انتوا سامعيني؟ انا فاصل صوت الفيديو علشان تسمعوني التعليق بتاعي، الصوت الفيديو التعليق بالانجليزي، هحط لكم الروابط. سامعيني طبعا؟ تمام. فده الشكل او الاشكال اللي ممكن تخرج زي ما انتم شايفين بالشكل ده، معتمد على بلمره الماده السائله، وبيطلع بشكل بلاستيك كده اهو. اشكال كتير شايفين، بصوا معايا، كل دي منتجات ممكن تخرج من اللي انتم شايفينه. كل دي منتجات انا اقدر اخرجها، هعمل الشكل عندي 3D وابدا اشتغل عليها، كلها بلاستيك زي ما انتم شايفين. تمام كده، دي برضو بعض الاشكال اللي ممكن تطلع. دي كلها نماذج انا اقدر اطلعها بالشكل اللي انتم شايفين. طبعا في حاجات بتبقى ممكن بلاستيك ناشف شويه او طري، طبعا دي كلها حسب ما انا اشوف القوه بتاعتي او الامكانيات بتاعتي عامله ازاي. خلاص كده، ده اول نوع عندي من الانواع التانية. النوع الثاني اللي هو الدي ال بي، خليني اشغله قدامكم وشوفوا الشرح الخاص بيه. In this video, I'll highlight... انا فصلت الصوت بتاعه اهو، هو بيشرح. سامعيني؟ انا بتكلم. انا هو بيشرح دلوقتي، انا فاصل صوت الفيديو عشان الناس، انا اللي بشرح الفيديو، وهديكم بعد كده الفيديوهات تشوفوا شكلها ازاي. بصوا شكل النوع الثاني الدي ال بي بيشتغل ازاي قدام حضراتكم. برضه هي ماده سائله، هو كده موريكم. انا عايز بس خليني اجري شويه كده، طلع شكل ده ازاي هو بيشرح. مكوناتها من تحت، تمام، بنفس الفكره، الضوء نازل ازاي. الروابط هديها لكم كلها، الروابط هديها لكل الناس. حاضر، الروابط هرفعها ليكم كلها، بس انا بفرجها لكم دلوقتي، واسمعوا الصوت براحتكم. هديكم الروابط دي كلها،
ما تقلقوش عليه. ده النوع الثاني سريعا كده. النوع الثالث عشان نرجع تاني للبرزنتيشن اللي هو الاشهر بقى ده اهو. This is the Ultimaker 2. ماشي. شفتوا ده النوع الاخير. اللي هو معتمد على البقر اللي قلت لكم وعلى راس كده بتنزل. دي الراس اللي هي بتعمل الخاصه بالشغل بتاع البلاستيك او الشغل اللي بينزل طبقه طبقه اللي هي بيعمل منصهر ليها بيركب الراس. ممكن بعضها بيبقى فيه اتنين راس مش راس واحده. طبعا هو بيظبط المقاسات اللي هو عايزها والحاجات دي كلها. طبعا في مانيوال مع البرينتر علشان الناس تبقى عارفه الشكل اللي هو عايز ينفذه. هو بيعمله على الجهاز اهو قدام حضراتكم. وبعد كده هيديها الامر. هو مديها على شريحه كده الاس دي كارد. هيديها الامر بعد كده خلاص يبدا يعمل البرينتر اهو قدامكم. بصوا بيبدا يشتغل ازاي. بيرفع المكان نفسه علشان يبدا يعمل عمليه الانصهار قدامكم. هو بياخد الاوامر دلوقتي من الشكل ويبدا يكون الطبقات اللي قدام حضراتكم بالشكل ده. بيصهر الماده بالشكل اللي انتم شايفينه كده لحد ما يوصل للشكل اللي انا عايز انفذه. زي ما انتم شايفين انا وقفت الفيديو. دي البقره اهي للماده اللي هي البي ال اي اللي هي عامله زي البلاستيك كده. بيركبها على البقره كده. فهنا مدي مثلا دي لونها مثلا ابيض كده مش الوان مثلا. ممكن انا اركب حاجات تانية فيها الوان. لو بصيتوا على الانترنت هتلاقوا خامات كتير بالوان مختلفه. البلاستيك الاستاذ اسامه بس انا هرد عليه في الحته دي. اخلص بس الفيديوهات وبعدين ارجع للبرزنتيشن والرد الرد الخاص بالبلاستيك. البلاستيك ده معالج مش البلاستيك اللي هم بيحرموه. في بلاستيك معالج وفي بلاستيك محرم اللي انت بتتكلم عليه تمام كده علشان تقدر النماذج دي. البلاستيك اللي داخل في العاب الاطفال مثلا غير البلاستيك اللي انت بتشتري فيه الشنط الخاصه بالبلاستيك اللي بتتباع. ففي حاجات بتبقى بخامات معالجه دلوقتي انواع معالجه علشان النقطه تمام. دي مجموعه فيديوهات. خلوني ارجع تاني للبرزنتيشن وهديكم الروابط. ارفع لكم الروابط دي كلها في اخر السيشن بتاعنا ان شاء الله باذن الله تعالى تمام كده. خلوني اعمل شير تاني للبرزنتيشن عشان نرجع للشغل بتاعنا تاني تمام كده. انا رجعت تاني كده للبرزنتيشن عشان ابدا اكمل بالشكل اللي انتم شايفينه. انا طبعا بعت للناس هقول لكم البلاستيك في في حاجات زي اللي انتم الشنط اللي هي مش في شنط قابله للتحلل بتبقى بلاستيك برضو. حاجات كتير مش البلاستيك التعبان عشان كده في النقطه. هنرجع تاني هنا طريقه العمل بقى الخاصه بالبرينتر بعد ما عرفنا انواعه وشفنا الفيديوهات. دي طريقه العمل اللي قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين كده تمام. بتتلخص في اربع حاجات. طبعا طريقه العمل دي انا ممكن اصمم بس. يعني انا دوري اللي انا مصمم وبعد كده بدي لحد عنده برينتر يطبع لو انا ما عنديش تمام. فطريقه العمل الخاصه بالبرينتر اول حاجه تصميم المنتج. هقول لكم الاسعار حاضر. هقول لكم الاسعار حاضر. تصميم المنتج تحويل التصميم الى جي كود وبعد كده عمليه الطباعه نفسها وبعدين تشطيب الطباعه. تصميم المنتج. تصميم المنتج ده بيبقى عن طريق مجموعه من البرامج. مجموعه البرامج هديكوا عليها. ممكن برامج زي 3 دي ماكس وغيره. وفي برامج بسيطه تقدر انت كشخص عادي تتعلمها. بتبدا تصممها وبتطلعها ب اس تي ال تمام كده. فدي النقطه الخاصه بيها تمام. ف اس تي ال دي بتطلع لك النموذج. بعد كده النموذج بيتحول لجي كود.
عشان تقدر تحدده بقى. النموذج اللي بيطلع ده بيتحول ساعات البرنامج نفسه بيحول لك كده، وساعات بيبقى برنامج خاص بالطبعة نفسها علشان انت هتحطه انتاجه ازاي، عن طريق انصهار مادة معينة من الخام، عن طريق ايه اللي انت الحاجات دي كلها، سمك الطبقة الواحدة، عدد الطبقات المستخدمة، تمام، عدد الطبقات فيها، حجم المجسم هيبقى ايه، عدد النسخ المطلوبة، تمام. فكل النقط دي نقط مهمة، فالنقط دي نقط لازم تحولها بشكل جي كود عشان يعملها. وبعد كده بتبدأ طباعة نفسها، عملية الطباعة نفسها اللي هي شكل البرينتر عامل ازاي، الطبقات التالية اللي فيها ايه رسمها، عشان تبدأ تدي الامر للبرينتر يبدأ يشتغل عليه ويبدأ يشوف الشغل بتاعه، تمام. تشطيب الطبعة نفسها بقى في الاخر، يعني بعد ما بتطبع المجسم بيبقى فيه تشطيب اللي كان لسه بيسأل عليه واحد زميلنا من الناس اللي بيسألوا. بتبدأ بعض الحاجات عايزة تتلزق ببعضها، فلازم تعملها بلزق سمجة مثلا. في بعض الزوايد اللي زي ما بقولك زي الصنفرة بقى كده، بنقصها بقطر أو بحاجة، بعضها بيتلزق بغيرة معين، بطبقات معينة، يعني حاجات معينة ممكن تبدأ أنت التشطيب النهائي. فده التشطيب النهائي اللي بيخرج. فدي الأربع مراحل لإخراج المنتج عن طريق الطابعة ثلاثية الأبعاد، اللي هو تصميم المنتج، تحويله إلى جي كود، وعملية الطباعة نفسها، وبعدين تشطيب الطباعة نفسها، تمام كده؟ اللي فات قبل ما أدخل في آخر جزئية عندي اللي هي بقى في الأبحاث العلمية والتعليم، في أي أسئلة عندكم؟ حاضر، الأسعار هقول لكم عليها. في موقع هحاول اجيبه لكم، بس هو مش عندي، بس هحاول اجيبه لكم، بيديك اسعار كتيره للطبعه. البرامج هحطها لحضراتكم، هديها لكم دلوقتي، والاسعار هديها لكم في اخر المحاضره. حاضر، البرامج والاسعار هديها لكم، وروابط الفيديو اللي انا عرضته. الباقي بقى حاجه اسئله تاني، كل موجود على الانترنت على فكره. كل ده هديكم روابط ليه، هيديك البرينتر وبيقول لك الخامات دي كام، والخامه دي بيس اللي فيها. الخامات ممكن تتنحت، لا النحت ده حاجه تانية. الخامات لو هتتنحت لازم ليها، ماشي. ليه كل النماذج اللي شفتها كان ملمسها خشن؟ عشان التشطيب بتاعها، التشطيب بتاعها هي دي المشكله، التشطيب بتاعها هي المشكله. نحت الخامه حسب قوه الخامه نفسها وحسب التصميم، هل في ممكن حاجات تبردها بقى او حاجه ولا لا، عشان ممكن تيجي تنحت تكسر الخامه، تكون الخامه ضعيفه نفسها، تمام. المنتج لو طلع لي غلط او مش زي المطلوب لازم اعمل له اعاده تدوير وتشكيله من جديد، مش على البرينتر، لازم يكون عندك معدات تانية اللي هي بقى هتسيح ده، ودي مش موجوده في البرينتر عشان تقدر تعمل، تمام. حاضر، البرايس الحاجات دي كلها هقولها لكم، واقول لكم على التعليم. ايه تاني؟ انا بسجل عندي اللي انتوا عايزين تعرفوه مني، الاسعار والاماكن بتاعه الشراء فين، وتشتريها اونلاين ازاي. وفي انا ليه يعني علاقات ببعض الشركات، هحاول اشوف هل يقدروا يوفروا للناس باسعار رخيصه ولا لا، او عن طريق الامازون هوريكم اللينكات بتاعتي، تمام كده. في اي اسئله تاني غير الاسئله اللي هي اللي انا هرفعها لكم؟ بس اخلص واقفل الشير بحيث اقدر اخد كوبي وبيست بس وارفعها ان شاء الله، تمام. خلوني اكمل في الجزء المهم اللي حضراتكم منتظرينه، وده اللي احنا بقى هنبدا نتكلم فيه ونتناقش فيه مع بعض سويا، في جزء ازاي اقدر استفيد منها في الابحاث، وازاي اقدر استفيد منها في التعليم. ودي النقطه المهمه اللي ناس كتير بتسال. بصوا معايا، انا هدي مجالات كتير. النمذجه التعليميه ده جزء مهم جدا دلوقتي، وجزء بدا يهتموا بيه في دول كتير، خاصة الدول اللي بدأت تخش تحت التحول الرقمي، فبدأت تعمل مبادرات خاصة بالموضوع ده. فعندك الطبعة هستفيد منها جوه العملية التعليمية ازاي؟ لازم أحلل أول حاجة، أول جزئية لازم أحلل إيه العملية التعليمية؟ تمام؟ إيه العملية التعليمية؟ يعني إيه اللي عندي؟ إيه المواد الدراسية اللي تنفع معاها البرينتر؟ هل أنا هقدر أستخدمها جوه الفصل ولا لأ؟ في إمكانيات عندي مادية ولا لأ؟ خلينا نشتغل على، خلاص انا قربت اخلص، باقي 15 دقيقه انا قربت اخلص ان شاء الله. خلينا نشتغل على الجزء بتاع الفصول
الدراسيه والمواد الدراسيه. عندك المواد الخاصه بالفنون تقدر تشتغل في ابحاث جميله جدا ومجسمات خاصه بالفنون. عندك الحاجات اللي بتشتغل في الهندسه، الحاجات الهندسيه تقدر تشتغل برضو فيها بشيء مهم. عندك الحاجات الخاصه في العلوم تقدر تشتغل مجسمات وحاجات خاصه بالعلوم في التشريح وغيره وغيره، تمام، علشان تقدر تشتغل فيها. الحاجات الخاصه بالمجسمات التاريخيه تقدر تشتغل فيها في المجسمات التاريخيه وتبدا تطبقها على الطلبه. تعاملك مع ذوي الاحتياجات الخاصه تقدر تشتغل مع ذوي الاحتياجات الخاصه والطلاب بجميع فئاتهم. بعض الطلاب ممكن تعمل لهم منتجات معينه عشان يقدر يتعاملوا معاها، زي على سبيل المثال المكفوفين، ممكن تعمل بعض المجسمات ذات ملمس معين تقدر توضح لهم الحاجات دي. ممكن تعمل دمج المجسمات دي مع تقنيات اخرى زي الاوجمانتد رياليتي الواقع المعزز، تعزز المنتج اللي انت طلعته او المجسم بمعلومات معينه تظهر عن طريق ابلكيشن. كل دي افكار انا بطرحها قدام حضراتكم. الناس اللي بتشتغل في الجغرافيا او الجيولوجيا، في حاجات في طبقات الارض انا ممكن اطبعها 3D واطلعها بشكل معين. الفيزياء والرياضيات تقدر برضو تشتغل فيها، تقدر تطلع نماذج وحاجات، تقدر في بعض الحاجات الهندسيه والحاجات دي كلها، تمام. الليجل اديوكيشن صح، المجال الطبي، علم الاحياء، كل المجالات دي لازم تحلله تقدر تعملها، تمام. زائد اللي انت تقدر تشتغل بيها في الابحاث بقى الخاصه بيك، زائد اللي انت تقدر تشتغل بيها في افكار كتيره معينه. علشان كده مهم جدا نشتغل عليه، نشتغل اللي احنا نحلل الماده، نشتغل اللي احنا نحلل امكانيات الماده الدراسيه والطلاب، ونطلع لكل فئه من فئات الطلاب اللي احنا محتاجين نطلعه له بالبرنتر ثلاثي الابحاث. فدي النقطه الخاصه بالتعليم والخاصه بالابحاث، تمام. انا عندي في كتابي في نموذج لبناء المجسمات، انا عندي كتاب الطبائع الثلاثيه الابعاد في التعليم باللغه العربيه، اسس ومهارات النمذجه التعليميه، في جزء خاص بمقترح لبناء المجسمات التعليميه، مفروض ايه الخطوات اللي انت تمشي بيها، تمام. الكتاب موجود في جرير وموجود على الانترنت يعني، ورخيص سعره رخيص، هو تبع مكتب التربيه العربي، تقدروا فيه حاجات كتير افكار. وممكن تقدروا تتواصلوا معايا بقى بشكل شخصي لو في حاجه عايزين تتناقشوا معايا فيها في الجزئيه، تمام. فالجزء ده جزء مهم جدا في التعليم. انا ما اقدرش اديك فكره، انا اقدر اديك طريق في اللي انا بقوله دلوقتي. اللي لازم حللنا دلوقتي وعرفنا شكل الطبعه بتشتغل ازاي، عليك انت بقى تحلل مهامك الشخصيه كمعلم كدكتور كباحث، وتشوف المهام دي بتاعت التخصص بتاعك هتركب مع الجزء الخاص بالطبيعه وهتنميها وهتساعدني، ولا مجرد موضه ومجرد تعطيل للوقت. فدي اخر حاجه اقدر اقولها لكم في الورشه. هرفع لكم الروابط واستقبل اسئلتكم في اخر ربع ساعه. خلوني انا هوقف الشير بحيث ارفع لكم كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها معايا كده. دي الفيديوهات اهي قدام حضراتكم، رفعت لكم الفيديوهات اللي احنا شفناها بتاعت الطبعات وانواعها، هتلاقوا قدام حضراتكم على الشات دلوقتي. رفعتها، دي الفيديوهات اللي احنا فرجنا عليها، دي اسماء البرامج. البرامج دي خلوني اوريكم برنامج، انا بس انا خايف على الوقت، بس خلوني اعمل لكم شير لبرنامج، وان شاء الله باذن الله تعالى بعد كده ممكن نعمل فيها ورشه وفصل. دي اسماء البرامج، انا هعمل شير بس لاخر حاجه. دكتور محمد نعم. انا اسف المقطع، حضرتك معاك الوقت، ممكن معانا 10 دقائق اضافيه كمان لو احنا حابين يا دكتور. ماشي، هوريهم بس برنامج واحد من البرامج الاولى. انا عملت شير للبرنامج قدام حضراتكم، شايفينه، شايفين البرنامج كده، ده موقع البرنامج على الانترنت اللي هو تيكر كارد، ده اول واحد اللي انتوا هتلاقوه اول واحد عند حضراتكم، سهل جدا تعمل حساب عليه. انا بعته اهو، اخر حاجه بعتها عن طريق حضراتكم. زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، البرنامج بيديك اللي انت مجسمات وحاجات معينه اهو، في بيزك شيب تقدر تنزلها اهو، وتقدر تتعامل معاها في مقاساتها وتغيرها زي ما انت عايز، وبتديك اشكال كمان معقده، تمام اهو زي ما انتوا شايفين كده اللي قدامكم الاشكال. باخد الموديلنج ده، كل موديلنج من الحاجات دي انا اقدر اركبها واقدر اغير مقاساتها واقدر اتلاعب بيها زي ما انتوا شايفين كده.
ماشي، يعني انا اقدر دلوقتي اضيف لها اي حاجه، اقدر دلوقتي اغير لونها تطلع بلون معين، واقدر اعمل لها كمان بعد ما اخلص اعمل لها اكسبورت بال STL اهو، او الاوبجكت عشان لو اخدها على 3D تمام، او SVG عشان لو انا عايز افتحها على برامج تانية زي البرامج الخاصه بالستريتور او غيره بتفتح SVG عليه، او 3D برينت اهو زي ما انتم شايفين. دي كلها الانواع اللي ممكن تتبعت ليها، انواع 3D ممكن ابعتها وابدا اطبعها عندي. فكل ده زي ما حضراتكم شايفين دي برامج، ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله بدون مقاطعه احاول انا اعمل فيديوهات على القناه عندي عشان نقدر نشتغل عليها باذن الله تمام. فدي النقطه، الجزء الخاص بالبرامج والجزء الخاص بالفيديوهات اللي انا رفعتها لكم. انا رفعت لكم الفيديوهات، خلوني استقبل اسئلتكم ومناقشتكم في اي تفاصيل الورشه. بس حاجات الاسعار حاضر، هرفع لكم الاسعار حالا ان شاء الله. يبقى في ورش كمان يا دكتور محمد، بدنا نستثمر حضرتك تكون معانا في ورش قادمه ان شاء الله في الحكايات دي ان شاء الله باذن الله تعالى. ماشي، هرفع لكم اسعارها ثواني عشان اسعار متفاوته. رفعت لكم رابط على امازون، هتلاقوا اسعار من اول $200 لحد ما يعني، خلوني اعمل لكم شير يعني افضل تشوفوا الموقع وانا ارفع لكم معايا كده. شايفين ده موقع على الامازون، لو كتبت 3D برينت هتلاقي حاجات ب 4000 و5000 دولار طبعا حسب الامكانيات، وفي حاجات هنا ممكن تبداوا بيها ب $200 وغيره اهو زي ما انتم شايفين كده، حاجات بسيطه بتقدر تطلع لك الانتاج. طبعا لازم تخش تشوف المواصفات، كل واحده حسب المواصفات بتاعتها، في حاجات مقفوله في حاجات كده مفتوحه زي ما حضراتكم شايفين. لو دخلت على اي واحده فيهم، خلينا ادخل على دي مثلا ب $179 تمام، هتلاقيه كده وبيشرح لك فيديو ليها وبيوريك اللي فيها، وهتلاقي تحت الخامات، ادي الخامات اهي اللي انا بقول لكم عليها، لو ضغطت على خامه معينه من الخامات دي هتعرفها، دي عامله البقره دي عامله في حدود $19، هتلاقي بقى خامات كتير بالوان مختلفه علشان الناس اللي كانت بتسال على الالوان اهو، دي كلها خامات خاصه بالبرينتر تقدر تشتريها. طبعا بتشوف البرينتر هتدعم الخامه دي ولا لا، الوان اهي مختلفه علشان الناس اللي كانت بتسال على الالوان، ادي الوان اهي مختلفه، بيقول لك البقر ده انت عايز انهي الوان، دول مجموعه بقر عاملين $200، معرفش دول 10 بقرات او حاجه زي كده، 12 بقره تمام معايا كده. كل الحاجات دي قدامكم تقدروا تشتروها، انا هبعت لكم الرابط دلوقتي، عملت قفلت الشير اهو، هبعت لكم الرابط، ادي الرابط الخاص بيها موجود معاك تمام كده. المتغيرات البحثيه اللي يمكن اجريها على الطابعه البحثيه ولا الطابعه ثلاثيه الابعاد، حاضر ارد على الاستاذه هاجر الحربي سالت المتغيرات البحثيه. المتغيرات البحثيه انا ما اقدرش اقولها ليه، انا لازم اقعد مع حضرتك وابدا احلل وظائف حضرتك ايه، دي نقطه، مشكلتك البحثيه هي ايه تمام، الفجوه البحثيه الخاصه بك هي ايه، وبناء عليه اقدر اقول لك ايه المتغيرات. فدي نقطة مهمة للباحثين اللي موجودين معانا. المتغيرات لازم أنت اللي هتخلقها أو أنت اللي هتستنتجها. تمام كده؟ فعلشان كده مثلا أنا راجل متخصص في العلوم. العلوم اللي بدرسها عندي 50 موضوع في العلوم اللي بدرسه. إحدى الموضوعات مثلا في حاجات خاصة عن جسم الإنسان. أنا بدي أفكار، أنا دلوقتي بحلل عشان أوريكم التحليل. تمام؟ مش شرط الكلام اللي أنا بقوله صح. بس انا بقول اللي هي عندي مجموعه من الموضوعات، بعمل موضوع عن قلب الانسان تمام كده، فعايز قلب الانسان ده لما باجي اشرحه تشريحيا في الصور الطالب ما بيستوعبوش، ففي مشكله. فده متغير بحثي اللي انا ممكن اخد قلب الانسان ده واعمله مجسم ويبدا الطالب يشوف شكله قدامه ويمسكه في ايده، يبقى انا كده حليت مشكله الفهم بتاع الطالب او تفاعله مع الجزئيه دي فطلعت متغيرات تمام كده. فدي نقطة مهمة، حلل تخصصك، حلل مشكلتك البحثية والفجوة البحثية، وحلل البرينتر ثلاثي الأبعاد، وشوف إمكانياتك هي إيه، هتقدر تشتري وتكلف عشان تعمل بحثك، وابدأ قول أنا خلاص عامل البحث تمام. بتساعد كتير بالفعل، في جزء عن ستيم ده، ستيم إدوكيشن شغالين فيه دلوقتي،
والموهوبين بالذات شغالين فيه مع الطبيعة ثلاثية الأبعاد. الجزء ده شغالين فيه بقوة دلوقتي، عاملين دمج الأفكار الستيم والحاجات الأجزاء بتاعته مع الطبيعة ثلاثية الأبعاد. الورشة بتتسجل، أنا بسجلها والدكتور محمد برضو بيسجلها عنده، هتلاقوها عند على الموقع بتاع القناة. تمام؟ كيف أعرف نية الخامة المناسبة للتطبيق دي؟ اتفضل. أنا آسف المقاطعة. بالنسبه للورشه يا جماعه، الورشه انا كنت كتبت ان احنا بنسجلها، هي فعلا الورشه بيتم تسجيلها اوتوماتيك اونلاين وبيتم رفعها على القناه بتاعه اليوتيوب. احنا عندنا في قناه خاصه بالمنظمه بتاعه ايمرج افريكا عليها كل الورش باللغه الانجليزيه وعلى كل الورشه يعني بتتسجل باللغه العربيه. احنا بنرحب بكم تعملوا اوتوماتيك. الورشه بيتم تسجيلها وبثها على الانترنت على اليوتيوب حاليا. تمام. وانا بسجلها كمان يا محمد، انا بسجلها برضو عشان لو حصل حاجه، وبرضه هتلاقيني برفعها على القناه. يعني الاثنين موجودين. تمام. على الرابط موجود هنا او هنا، رابط القناه. تمام. هم عايزين رابط القناه الخاص بالمنظمه. تمام ماشي، ارفعها ليهم وانا هرفع لكم الروابط الخاصه في التواصل الشخصي معايا. تمام كده. في إيه فورما انا بعتها دلوقتي مثلا بالتقييم خاص بالورشه. ماشي. طب اديني بس ارد على الاسئله وبعد إيه كده نديهم التقييم. استاذ اسامه او الدكتور اسامه بيقول ما هي اعرف الخامه كويسه هي ايه اللي هيصمد مع الزمن وقصره الاستخدام. مع الزمن وقصره الاستخدام معظم الحاجات بلاستيك. تمام. لازم تبقى خامات تانية، فلازم هتتنقل على حاجه تانية غير البرنتر ثلاثي الابعاد مثلا. كل ده مهم، عشان كده لازم تبقى لاحتياجك ايه وتبقى لشغلك. مش انا عشان انا اتكلمت في الطبيعه ثلاثيه الابعاد دلوقتي هتبقى هي لقطه او حاجه كويسه في التعليم، مش شرط. خلاص خلينا متفقين كده. انا بتكلم في تقنيات كتير وليا فيديوهات كتير وبتكلم في النقطه دي. حللوا احتياجاتكم قبل ما تشتغل عليها. تمام كده. حللوا احتياجاتكم قبل ما تشتغل عليها. حللوا احتياجاتكم، مش شرط تقنيه تنفع معاك، نفعت معاك تنفع مع غيرك، او نفعت مع غيرك تنفع معاك. فدي النقطه المهمه فيها. استاذ محمد رفع لكم او الدكتور محمد رفع لكم الرابط الخاص بالمنظمه، وانا هرفع لكم الروابط الخاصه. في ناس كتير يعني اكيد عارفين الروابط بتاعتي، بس هرفع لكم برضو رابط القناه التعليميه بتاعتي والسوشيال ميديا الخاص بيا، وهتلاقوها على البرزنتيشن. رد على سؤال الاستاذه منى، بتقول ان احنا عاوزين الرابط بتاع الفورم يتبعت على الايميل. هو فعلا بيتبعت على الايميل، وبالاضافه ان هو بيتبعت على الجروب على المحادثه حاليا، واحنا شغالين مع بعض حاليا. تمام. انا رفعت لكم القناه التعليميه بتاعتي برضو، وهرفع لكم السوشيال ميديا الخاصه بيا عشان الناس اللي يعني ليا الشرف ان انتم تتابعوني. طبعا دي على راسي من فوق متابعتكم. لو في اي حاجه اقدر يعني اوصلها لكم او اساعدكم فيها انا تحت امركم. ده التويتر، ده ايميلي الشخصي لو في حد عايز يبعت على الايميل الشخصي اي شيء. تمام كده. في اي استفسارات او اي اسئله انا يعني اكاد اجزم رديت على كل الاسئله. لو في سؤال ما ردتش عليه اكتبوه تاني. طبعا انا اديت حاجات مختصره بحيث تبقى زي ما بقول احنا بنفتح شهيتكم اللي انتوا تقروا اكتر في الموضوع. تمام. الموضوع فيه حاجات كتير ممكن تقروا فيها، هتلاقوا على الانترنت حاجات كتير. انا ليا كتاب باللغه العربيه تبع المكتب التربيه لدول التعاون، طبعا ثلاثيه الابعاد، انا وباحثه زميله عزيزه الباحثه ديما العبد الله. وفي فيديوهات على رواق للدكتور احمد بصلاح، هتلاقوا برضو ان شاء الله باذن الله تعالى موجود فيها فيديوهات شارح حاجات في الطباعه ثلاثيه الابعاد رائعه، تقدروا تستفيدوا من الورشه اللي على رواق ليه. فكل الحاجات دي عشان توصل لكم المعلومه اكتر. في اي حاجه تاني اقدر افيدها ليكو؟ سامحوني لو بعض الناس كانت عايزه اكتر، بس الوقت بس عشان كمان محكومين فيه. انا بشكر طبعا منظمه ايمرجي افريقيا طبعا على استضافتي، وبشكر الدكتور محمد اللي احنا تعبناه معانا، وان شاء الله باذن الله تعالى اشوفكم على خير. المحاضره زي ما قلت لكم هي بتتسجل من قبل المنظمه ومن قبلي برضه، بحيث يعني
يستفاد الناس كلها باذن الله تعالى. شكرا لكم كلكم من كل حته في الوطن العربي وفي العالم كله. بنشكر دكتور محمد قبل ما نقفل. انا بنشكر حضرتك جدا دكتور محمد على مجهودك الكبير واستجابتك السريعه جدا جدا انك تشارك معانا، وان شاء الله يا رب نبقى مستمر على طول. ولو في اي حاجه من الناس كلها بالنسبه لايمرج افريكا او بالنسبه للدكتور محمد، احنا لينا الشرف ان احنا نسمع ارائكم، واحنا كل غرضنا ان احنا نساعدكم. ولو في اي حاجه احنا تحت امركم في اي وقت، ويا ريت التقييم بعد اذن حضراتكم يتعمل، عشان ده هيساعدنا في ان احنا نعمل اكتر من كده ورش تاني. وده وعد يا دكتور محمد ان حضرتك تكون معانا في ورش قادمه ان شاء الله. ان شاء الله عنايه ليكم، وتحت امركم في اي حاجه. في اي حد عنده استفسار او تساؤل قبل ما نخرج؟ الورشه ان شاء الله بنسجلها، الورشه سجلناها بالفعل تمام على القناه عندي، هتلاقوها وهتلاقوها على على المنظمه كمان مرفوعه على القناه، واترفعت القناتين موجودين عندك تمام. في ورشه بالفعل عن الواقع المعزز عندي، الناس اللي بتسال على الاوجمانتد رياليتي بالفعل انا شارح فيديوهات موجوده على القناه عندي، لو محتاجينها هتلاقوها موجوده على القناه الخاصه بي. حاليا شكرا لكم جميعا، ونلقاكم على خير في اذن الله في ورش عمل قادمه باذن الله عز وجل. شكرا لكم وشكرا لكل المشاركين، وشكرا دكتور محمد، ويا رب نكون مستمرين جميعا ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.